مساء الخير. لا مارسياز، كل ما اسمع هذا النشيد ببكي من جوا، بهزني هيك. فعلا فعلا، يعني شو بدي اقول لك، ما في اغلى من الام، فكيف اذا كانت حنونه؟ ها علي لي بلو، علي لي بلو، علي لي بلو. مسيو مسيو ناشف. وي مسيو ناشف. كوا دونك كوا دونك، توت لا فيل شانت اي دانس. مسيو ناشف، علي لي بلو، هيدا نشيد المنتخب. ايه، اما ضيفنا يلي شرفنا فما خصه بالفوتبول، يعني انجا بيعرف بالبينج بونج. علي لي بلو فات فينا. هلا اجا مسيو لو بريزيدون مسيو اولاند على لبنان، كاي ام حنونه جاي تطلع على اولادها ولقيتهم يتامى بلا بي بلا رئيس. فاول ما وصل هيك طلع فيهم قال لهم وين البابا شباب؟ ردوا عليه هن الشباب قالوا عم نطبخه ما تخاف. باتسو سي مسيو اولاند، مهما تاخر رح يجي. هلا من اول وصلت مسيو اولاند فرش له الرئيس بري على السجاد الاحمر وقال له، طلع هيك مسيو اولاند قال له، قال له شو هالتبيل حلو يا ابو مصطفى. تفاجأ، طلع اولاند تبيل حمرة طويلة لذيذة. رد عليه الرئيس بري قال له خواجة فرانسوا افيها الشيء من ايمتك؟ هيدي سجادة اصفهانية ايرانية باب اول سيما شكل ايد. قال اوكي، هلا من بعد ما تغدى وتمدى وعمل سياست مسيو اولاند ورجع راح لعند تمام بيك. طبيعي طبيعي. هلا تمام بيك كمان فرش له سجاده حمراء غير شكل. هون بقى اولاند طلع قال له يعني تمام بيك انت وابو مصطفى انه عم تخجلوني، حاس حالي بفرساي مش بالسراي. رد عليه تمام بيك قال له ولو، قال له شي نفرش لك سجاد وبر جمل باب اول صنع السعوديه لنستقبلك.